من جولة من الإدارات التعليمية في هذا اليوم الجديد. فإن تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بكفاءتها وقع التواصل والسيرش على موضوعات البحث والمعرفة، ده ما أساس الطلبة دلوقتي. والجيل الجديد اللي ينشأ حالياً هو جيل فعلاً أنا أحب مصر في المستقبل. الحملات الميكانيكية بتاعت الإدارات والأحياء والمراكز عندنا نوادر أخشاب مكهنة وحديد مكهن وخلافه، أتاحوا كاوتش، أتاحنا لهم إن هم كنا الأول أنا آسف يعني بنبيع وضرب الفلوس، وبعدين أرجع أشتري منتجات للتجميل والتطوير في المحافظة بمئة ضعف قيمة المنتجات. طب ما هو أتاحنا للطلبة المواد الخام دي المكهنة من حديد وخشب وخلافه، ابتدوا يطلعونا منها منتجات من مظلات ومناطق وكراسي وابتدوا يبدعوا اكتر انهم يطلعونا على عطفات من مراجيح وتوازن وخلافه. والمجهود الرائع اللي انا عارفاه من بقالي اكتر من شهرين او ثلاثه من اول لقاء في ديسمبر اللي فات، وتشرفت كثيرا بلقاء حضرتك. والحقيقه المجهود اللي بيبذل في هذه المحافظه مثال يحتذى به في الجمهوريه، فيعني انا بشكر حضرتك النهارده.